لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. الآن نذهب إلى المحادثة. يا عبد الرحمن، نعم. هل تسمع أذان الفجر؟ نعم، أسمع الأذان الفجري. أسمع أذان الفجر. أسمع أذان الفجري. ماذا تفعل عندما تسمع الأذان؟ عند الأذان الفجري، عندما أسمع أذان الفجر، ماذا السؤال؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل عندما تسمع أذان الفجر؟ أفعل عندما أسمع أذان الفجر، عندما أسمع أذان الفجر أفعل أفعل repeat the أذان الأذان أردد الأذان أردد الأذان أردد الأذان أردد الأذان هكذا. ألف، همزة، فتحة، راء، آسف، ألف، همزة، ضمة، راء، فتحة، دال، شدة وكسرة، دال، ضمة. أردد. أردد اكتب في الأذان. دفترك. أردد. إيه. أردد الأذان. نعم. طيب، هل تتوضأ في البيت أم في المسجد؟ نعم، هل أتفضل. تتوضأ في البيت أم في المسجد؟ أتوضأ في البيت. هل تصلي الفجر في البيت أم في المسجد؟ الفجر أصلي الفجر في المسجد، لكن أحيانا أصلي في البيت. هل المسجد قريب من بيتك أم بعيد عن بيتك؟ المسجد قريب من بيتي. لا تقل المسجد، المسجد، المسجد. نعم، المسجد. المسجد قريب من بيتي. جميل. من إمام المسجد؟ من إمام المسجد في الفجر؟ ما اسمه؟ لا أدري. إمام المسجد، المسجد، المسجد. إمام المسجد، إمام المسجد. نعم. لا تعرف اسمه؟ لا ما لا اسمه؟ لا أعرف، لا أعرف. طيب، ماذا تفعل بعد الصلاة؟ بعد الصلاة أفعل
لا تقل بعد الصلاة أفعل، قل بعد الصلاة أنام، بعد الصلاة آكل، وبعد الصلاة أشرب، وبعد الصلاة ألعب، آه وبعد نعم الصلاة نعم أقرأ، وبعد بعد الصلاة الصلاة بعد الصلاة أقرأ القرآن أو أكتب الواجب. جميل، جيد جدا، بارك الله فيك يا عبد الرحمن. الآن انتهينا من المحادثة. عربية لغتي وفصحى، والأمر لا يحتاج شرحا.